بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده محاضره جديده معاكم الدكتور اشرف الهلالي، وان شاء الله هنبتدي النهارده في خلايا كرات الدم البيضاء اللي هي الوايت بي سيز. وزي ما احنا عارفين ان كرات الدم البيضاء بيبقى ليها فيه منها انواع، وان هي بيبقى ليها دور كبير جدا في عمليه المناعه في داخل الجسم. واول حاجه احنا هنتكلم عنها في الوايت بي سيز نيجي نقسمها تقسيمه بسيطه كده، يعني لما نيجي نقسمها بنقسمها على حسب الانويه الموجوده او النواه اللي موجوده فيها، بنسميها بن بن بنقسمها للجرانيولوسايت، جرانيولوسايتس واجرانيولوسايتس. جرانيولوسايتس هنا نقصد بيها ان عندنا لو دي خلية بتبقى النواة بتاعتها كذا لوب، يعني مش لوب واحد، ممكن تكون اتنين، ممكن تكون تلاتة وهكذا. فاحنا عندنا بالنسبة للجرانيولوسايتس هنا الخلايا اللي بقى فيها النواة بتاعتها بتبقى متقسمة، عندنا منها ثلاث انواع، عندنا منها النيوتروفيل، دي نمرة واحد، عندنا منها رقم اتنين الايزينوفيل، وعندنا رقم ثلاثة منها البازوفيل. طبعا كل واحدة منهم هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات او في الحلقة لو قدرنا ان احنا نخلص جزء كبير النهاردة. بالنسبة للاجرانيولوسايتس هنا المقصود بيها اللي هي الخلايا بتكون عندي من نواة واحدة، ممكن شكل النواة بيبقى مختلف شوية بس بتبقى عبارة عن نواة واحدة. وهنا احنا هنتكلم عن نوعين من الخلايا، النوع الاولاني اللي هو الليمفوسايتس، والنوع الثاني اللي هي مونوسايتس. يبقى احنا كده عندنا خمس انواع، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، في منهم ثلاثة جرانيولوسايتس وفي منهم اثنين اجرانيولوسايتس. طيب نيجي نشوف نتكلم عامة كده الخمس خلايا دول اللي بتنتجوا طبعا من البون مارو، عاوزين نعرف النسب بتاعتهم قد ايه في الدم، يعني النسب الطبيعية اللي انا لما اجي اعمل سي بي سي واجي ابص على الديفرنشال بتاع الوايت بي سيز اقول ان النتيجة دي طبيعية او ان كرات الدم البيضاء دي انواعها طبيعية. عشان نعرفهم ونحفظهم بطريقة تكون بسيطة وما ننساهمش احنا هنمشي من اكبر حاجة لاقل حاجة. يعني لما مثلا هنيجي نتكلم على النيتروفيل، نيتروفيلز عندنا بتبقى 60% من اجمالي كرات الدم البيضاء اللي موجودة في الدم. يبقى كلمة 60 في رقم 60% ده هو اعلى رقم الخلايا موجودة في الدم، يبقى هي دي البريدومينانت في الدم وبتبقى نسبتها 60%. طب ايه هي الخلايا اللي بتبقى بعديها وبتبقى نصها؟ يعني هيمشي 60 وبعدين 30. عندنا هنا اللي هي الليمفوسايتس. الليمفوسايتس بتيجي في المرتبة الثانية وبتمثل 30% من اجمالي كرات الدم البيض. طيب احنا هنا قلنا هنا 60 وهنا 30 نصها، هنمشي بعد كده هنشيل الصفر اللي موجود ده وهنمشي 6 3، يعني عشان نحفظ عندنا 60 نصهم 30، وبعدين لما هنيجي نشوف بقية النسب هنشيل الاصفار دي هنمشي 6 3. يبقى اللي بعديها الخلايا اللي هتيجي في بعديها في المرتبة اللي بعديها عندنا هنا هتبقى المونوسايتس، مونوسايتس، ودي بيبقى نسبتها تقريبا 6%. وزي ما قلنا هناخد شيل الصفر من هنا هتبقى 3 النسبة اللي بعديها، الخلايا اللي هتبقى بعد الليمفوسايت والمونوسايتس هتبقى عندنا الايزينوفيل. وبتبقى دي نسبتها 3%. يتفضل عندنا 1%، دي الحاجة الأخيرة اللي هي بتبقى البازوفيلز، دي بتبقى نسبتها 1%.
طب انا ايه اللي هستفيده لما اعرف النسب اللي هي قلناها دلوقتي دي؟ هستفيد ان انا لو حاجة فيهم عالية او حاجة فيهم نزلت هتبقى ليها مؤشر، المؤشر ده هقدر اعمل منه دياجنوز او هقدر اعرف منه مرض معين او حاجة معينة غير طبيعية موجودة في جهاز المناعة. طب ايه المؤشرات اللي هنعرفها؟ هنعرفها في لسه في الحلقات القادمة، بس احنا زي ما قلنا حاليا لحد دلوقتي احنا لسه بنعمل فرشة بنتعرف فيها على الخلايا وطبيعتها وازاي بتشتغل والاخره. بس في حاجة هنا انا عاوز اقولها، ان نيتروفيل هنا ليها حاجة اسمها البانسل، والبانسلز دي بتبقى خلايا مش ماتيور، الماتيور سيلز بتبقى خلايا مصغرة من النيتروفيل، وديت اساسا لما بلاقي البانسل بصورة كبيرة في الدم معناها ان البول مارو بيصنع بطريقة كبيرة، يعني البول مارو شغال انه بيصنع النيتروفيل بطريقه كبيره، فما بتطلعش مستويه، يعني لسه ما بتطلعش ناضجه، ولسه احنا هنتكلم عن التطور بتاع النيتروفيل، ازاي البول مارو بيكون الخلايا بتاعت النيتروفيل. من ضمن الصور اللي هي بتبقى قبل ما بتنزل الشكل الطبيعي اللي احنا بنشوفه بالدم عندنا الباند سيل، والباند سيل هنا احنا لو هنيجي نبص للنيتروفيلز عامه، النيتروفيلز عندي بتبقى الخلايا بتاعتها سيجمنتد، يعني ممكن عندي من 2 سيجمنتد لحد 5 سيجمنتد، بتبقى شكلها عامل كده. بالنسبه للباند سيل، الباند سيل بتبقى النواه بتاعتها بتبقى عامله زي شكل الحيدوه كده، فبنسميها باند سيلز، لسه ما بتبقاش سمت زي النيوتروفيل، دي الباند سيل عندنا، دي النيوتروفيل اللي هي الطبيعيه النورمال. طيب انا قلت ان في بنتين للنيوتروفيل، البنت الاولانيه اللي هي الباند سيلز، طب مين البنت الثانيه عندي؟ الاول قبل ما اقول البنت التانية هنا، البان سيلز لما بتزيد عندي، لما قلنا ان البون مارو بيفرز، معنى ان هو هتبقى البان سيل عندي عالية في الدم معناها البون مارو بيفرز النيتروفيل بطريقة بسرعة وكتيرة، وده بيبقى ليه مؤشر من مؤشرين. المؤشر الاولاني ان في ان النسبة بتاعتها بتبقى عالية في الدم، بشوفها بصورة غير طبيعية، لان هي المفروض ما تبقاش موجودة اساسا في الدم، هتبقى عندي السبب حاجه من حاجتين. الحاجه الاولانيه يا اما انا عندي انفكشن ببكتيريا مثلا، وفي الحاله دي انا محتاج البون مارو يخلق كميه كبيره على اساس انها تنزل تقضي على البكتيريا دي، يزود عدد الجيش بتاعه، لان احنا لسه هنعرف ان النيتروفيلز دي بتبقى بتنشط في حاله الاكيوت انفلاميشن، الاكيوت اللي بتبقى الحاله اللي هي ايه سريعه، بتبقى محتاجه حاله يعني وضع سريع، عاوز اطلع جزء من الجيش بتاعي يبتدي يهاجم الاورجانيزم الدخيل، وفي الغالب النيتروفيلز بتتعامل مع البكتيريا، يعني تبقى مور سبيسيفيك على البكتيريا. ودي بتبقى جزء من الانيت اميونيتي لانها نوت سبيسيفيك، يعني هي بتتعامل مع اي بكتيريا، مش حاجه خاصه متخصصه زي السيل ميديت اميونيتي مثلا او هيومورال اميونيتي، ودي هنبقى نتكلم عنها في كورس المناعه وده او الاميونيتي، وده مش هيبقى قصتنا دلوقتي، انا عاوزك تبقى عارف حاجات محدده في الكورس بتاع الكلينيكال هيماتولوجي، بحيث تبقى فاهم الحاجات الاساسيه اللي احنا هنستخدمها او هتخدم علينا في الكورس نفسه. طيب احنا هنا قلنا هتعلى في حاله اذا كان ممكن في انفكشن، او في حاله ان في لوكيميا برضه بتعلى. وايه اشهر الانواع اللي بتعلى معاها؟ السي ام ال. السي ام ال دي نوع من الكرونيك مايلوبلاستيك لوكيميا، ودي هنبقى نتكلم عنها في الجزء بتاع الانكولوجي او اللوكيميا، وهنتكلم عنها بالتفصيل. يبقى انا عاوزك تعرف هنا حاجه من حاجتين، بالنسبه للنيتروفيل عندك لو الشكل بتاعها ما كانش الشكل الطبيعي ده في الدم، وبانت على شكل زي حدوته الحصان كده بكميات كبيره في الدم، معناها ان البون مارو بيفرز بطريقه غير طبيعيه. الطريقه الغير طبيعيه دي ممكن يكون فيه خلل في البون مارو نفسه فحصل فيه لوكيميا، بتبقى من نوع سي ام ال في الغالب، او ان عندي في البون مارو لقى ان في بكتيريا في الدم فهو عاوز يطلع الجيش بتاعه عشان ان هو يقدر يتخلص منها او يجابهها، فبيعلى في حالات الانفكشن بكتيريا. وهنعرف ازاي نفرق ما بين الاثنين
قدام شوية. عندي هنا هنيجي نتكلم عن أول نوع من الأنواع الخمسة اللي عندنا، اللي هي النيترو فيلز. النيتروفيلز احنا قلنا ان شكلها بيبقى زي ما احنا شايفينه كده، ولسه هنشوف في صور تانية بتبقى النواة بتاعتها ممكن ده 1 2 3 4 لوب، دي 4 لوبس ودي بتبقى طبيعية. لو زادت عن 5 يعني لو 6 واحنا طالعين 6 لوبس واحنا طالعين بتبقى نتيجه نقص فيتامين بي 12 اور فوليت. وهنتكلم برضو لسه برضو في حاجات كتير هنتكلم فيها، بس انا بديكوا هنتس كده بحيث نعمل فرشه في الاول. يبقى النيتروفيل عندنا بتتكون من 2 ل 5 لوبس، دي حاجه لازم نبقى واخدين بالنا منها وعارفينها. عاوزين نعرف الخليه دي لما بتيجي تنتج بتنتج بتقعد قد ايه في الدم، يعني لما هنيجي نتكلم لو هنقول ان هي لو موجوده في الدم هتقعد قد ايه، ولو موجوده في التشو هتقعد قد ايه. هي لو موجوده في الدم مش هتقعد اكتر من ساعات، يعني اورز، ساعات قليلة. الغريبة بتبقى بتفضل تدور كده تدور كده تدور في الدم بتدور على بكتيريا، بس ما بتقعدش اكتر من اورز، يعني حاجات بسيطة بتقعدها في الدم. طيب لما بتروح التشو بتروح تقعد فيها قد ايه؟ لما بتروح التشو بتقعد فيها ايام، يعني ممكن تقعد couple of days يعني. فهنا على عكس الدم، الدم بتقعد فيها عدد ساعات قليله، التشو ممكن تقعد فيه عندي ايام. زي ما قلنا ان هي بتبقى نسبتها 60% وساعات بتوصل ل 70%، بس خلينا على 60% على اساس ان احنا نقدر نحفظها بسهوله. عندي النورمال رينج بتاعها بتبقى من 4.5 لحد 11000 بير مايكرو ليتر. تمام، يبقى دي حاجات معلومات اساسيه اللي احنا لازم عارفينها. دي بينتج منها في اليوم الواحد يا جماعه بليونز اوف سيلز بروديوس ديلي، يعني بينتج منها بلايين السيلز كل يوم. الوظيفه بتاعتها لازم عارفين ان الوظيفه بتاعتها زي ما قلنا ان هي بتبقى انتي مايكروبيال، بس عامة انتي مايكروبيال اللي هنا المقصود بيها ان هي بتبقى ضد جميع الميكروبات، بس احنا هنا لما هنتكلم مور سبيسيفيك بتبقى مينلي على البكتيريا. تمام؟ تبقى وظيفتها هنا ان هي بتدافع عن الجسم ضد انواع البكتيريا اللي ممكن تخش وتعمل مشكلة. نوع المناعة اللي هي بتبقى شغالة فيها، احنا عندنا المناعة بصفة عامة لما هنيجي نتكلم عليها في الكورس بتاع الاميونيتي، بيبقى عندنا في لو هنتكلم على الاميونيتي بصفة عامة يعني بيبقى عندنا انيت وبيبقى عندنا سيل ميديتد. الانيت هنا اللي هي الفطريه، يعني المناعه الفطريه اللي بتبقى نون سبيسيفيك، وبتبقى دي بتيجي الكرات الدم البيضاء او النيتروفيل هنا بتبقى بتيجي في السكند لاين، يعني هي بتبقى في السكند لاين. ليه في السكند لاين؟ لان احنا كلنا عارفين ان الجزء الاول بيعمل بروتكتيف في جهاز المناعه اللي هو السكين، ده اللي بنعتبره الفيرست لاين. السكند لاين عندنا بيبقى هو الخلايا اللي بتيجي بتبقى نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني بتبقى جاهزه لاي حاجه تخش الجسم، بتبقى الشغل بتاعها سريع جدا انها بتحاول تواجه بسرعه، وبتبقى نون سبيسيفيك وبتختفي بسرعه، يعني بتشتغل بسرعه، التاثير بتاعها بيبقى للاسف بسيط، وبتبقى هي سكند لاين او الخط الدفاع الثاني بعد السكين اذا حصل اختراق منه. يعني طالما السكين بيحمي اوكي مفيش مشاكل، حصل اختراق للصف الصفوف الاولى اللي هي السكين او الجلد
بتبقى عندنا جاهزة النيتروفيل واخواتها ان هي بتعمل تهاجم البكتيريا عن طريق انها بتعمل فاجوسيتوزيس. يبقى النيتروفيل وظيفتها انها بتهاجم البكتيريا عن طريق ان هي بتعمل حاجة اسمها فاجوسيتوزيس. طيب هو عندنا كده بس النيتروفيل؟ لا، النيتروفيل ليها دور كبير جدا في عملية الانفليميشن. يعني ليها دور كتير كبير جدا في عملية الانفلاميشن. في الانفلاميشن عندنا هنا عشان نتكلم عنه نبقى عارفين جزئية معينة مهمة جدا. الانفلاميشن بيبقى عندنا في بيتقسم لقسمين، جزء اللي هو الاكيوت وجزء اللي هو الكرونيك. الاكيوت شكلها طالع صعب شوية بس معلش. طيب النيتروفيل بتشتغل في انهي جزئيه بقى في الانفلاميشن؟ بتشتغل في الاكيوت النيتروفيل. يبقى انا عاوزك تعرف ان النيتروفيل هي عباره عن خلايا من خلايا السكند لاين اللي موجوده في جهاز المناعه. النيتروفيل بيبقى ليها بنتين اللي هي البانسيل والريتوكلوسايتس. النيتروفيل بتبقى ليها دور كبير في الانتي مايكروبيال افكت خاصة ميلي البكتيريا. النيوتروفيل بتبقى ليها دور كبير جدا في الانفلاميشن كإنية اميونيتي، وبتبقى سبيسيفيك في الاكيوت انفلاميشن يعني في خط الدفاع الاول. وهنفهم الانفلاميشن، اللي هو عملية التهاب، هنفهم الكلام ده بالتفصيل الميكانيزم بتاعه ازاي. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن حالات فرشة كده هنعملها، عشان احفظوا كلمة فرشة دي على طول. فرشة كده هنعملها بس احنا نقدر لما اجي اكمل او اخش في العميق شوية نقدر ان احنا نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه، ونبقى رابطين الاحداث ببعضها. زي ما بقول الانفلاميشن بتبقى فيها منها اكيوت وبقى فيه منها كرونيك. عندنا النيتروفيل بتبقى في الاكيوت انفلاميشن.